كلكم في المية أول ما سافرت. ما بتنطيش ليه؟ خايفة أنط في المية. يلا خليكي شجاعة بقى، يلا جربي. بصي بصي، إيه ده؟ أنا مش شايفة حاجة. أنا أصلاً ما كنتش عايزة أنط. الحقوني. في حد محتاج مساعدة؟ يا مسكينة، خدي نفس عميق. إيه ده؟ ديل؟ أنتي عروس البحر؟ أيوة يا حبيبتي، تحبي تشوفي بيت عرايس البحر؟ ده رائع. واو، جميل قوي. استني هرجع لك حالا، عايزة أشوف عندهم إيه. فامباير، معايا عقد توم. بام. وكمان عصير توم طازة. مقرف. لا ازيك؟ في فامباير مرعب مستخبي ورا الكنبة. يا بنتي مفيش حاجة تخوف، ده لطيف. اهلا اهلا. اوبس، اقعدي، ممكن نتخلص من التوم ونمضي على اوراق التبني. في ايه؟ السن لازم يكون عندي 16 سنة. جات لي فكرة، خلينا نجيب كيك ونزود 10 سنين. اتمنى أمنية، أتمنى يبقى عندي 16 سنة. دي نجحت. إيه اللي حصل لكم؟ دول كبروا ورجعوا صغيرين. حاجة مذهلة. دلوقتي نمضي. في إيه تاني؟ شفتي الصفحة اللي بعدها في الورق؟ ما شفتش. طيب نشوف، لازم تتحولي لعروس البحر الدارك في 24 ساعة بس. لا لا ده مستحيل. بصي على الصفحة التالتة، دار الأيتام. لا مستحيل. ايه دي يا حبيبتي؟ خلاص شوفي بقى هتعملي ايه، الوقت بيمر. باي باي. متكبرة قوي. بصي على بشرتها، لازم نعمل حاجة، دي حاجة مرعبة. ايه الخطوة الجاية؟ ونحط لزقات اهو. ياي الحبوب راحت. الماسك المضيء هيعالج البثور، ممكن نشيله بقى. انعم بشرة في الدنيا. هنعالج الهالات السوداء ونكون خلصنا. نحط لزقات العين اهو كده، نظبط التوقيت. دلوقتي نشيل البشرة بتلمع، رائع. دلوقتي لازم نعمل اللمسة الجمالية، معنا كل الأدوات اللازمة. مستحيل، في تكنولوجيا متطورة. بام، أنا اللي هختار الميك اب بتاعي. واو، ميك اب العيون مشرق. لا شفايف مختلفة كده أفضل. إيه رأيكم؟ جميلة جدا الميك اب كده. تمام. إيه الدوشة دي كلها؟ سامعة ده؟ الطيور بنوا عش هنا، ده مش كويس. ده كابوس. طيب هنظبط لك اللوك. أول حاجة نزيل كل المهملات، بعد كده نغسل شعرك كويس باستخدام باث فوم بريحة حلوة. إحساس لطيف، لازم أعترف. دلوقتي بس نشطف الفوم، فرق كبير جدا. مجفف الشعر بايظ، ما تقلقيش أنا هعمله. واو شكله بقى حلو جدا. صبغ الشعر هيبقى فكرة حلوة، محتاجين أخطبوط. أكيد لا، ده هرب. امسكيها، أنا هعمله. المشكلة هي إنه ممكن يوجع جدا. ما تعملش كده، ما تقلقيش أنا كنت بهزر. يام نجحت. جميل، يلا نكمل. أنتي جميلة قوي، فصلة زرقاء زي ماما بالظبط. يلا نخلي شعرك يطلع أجمل، ممكن نضيف شوية إثارة. واو شكرا جدا، الشعر كده خلاص.
متحمسة قوي ان ابقى عروس البحر بجد. حبيبتي اعتقد ان جه الوقت اننا نرفع مستوى ستايلك لعروسة البحر. شوية سحر رائع. اه ايه اللي بعد كده؟ استني وهتشوف. واو انت رائعة. ايوه فعلا كنت عارفة كده من جوايا. توب جديد. ده نفع. رائع جدا. انا سعيدة قوي. اه بنوتي. الخطوة التانية الأجنحة. عندي فكرة. هسأل التنين. تفتكر ممكن يساعد؟ هاي يا تنين. قالوا انه يقدر. استنيني هنا. انا هروح وارجع على طول. هاي يا تنين. بخد وقت كتير. ياي اجنحتي. بطل الخارق. يلا نمشي. باي باي. ده نفع. نقطة ثانية خلصت. طيب السؤال المهم ازاي نستبدل الرجلين بالديل. هحاول ألعب لعبة اللبس. الكرسي. لا عروسة البحر المهرجة فكرة وحشة. رأس الحصان بتخلي الوضع أسوأ. أكياس مهملات. ده ديل عروسة البحر مثالي. إيه اللعبة المفضلة عندكم؟ قولولنا في التعليقات. باي باي. طيب خلصنا جزء الديل كمان. أنا جعانة شوية. استني أهو فريش ديليفري. لا خدي سلطة الطحالب بالبحر. يا مقرفة. طيب لازم يبقى في حاجة على الأقل. خدي شوية فاكهة. أيوة شكلها لذيذ رائع. أعتقد إني كلت كتير. شكرا. واو العفو. بما إنك شبعتي نقدر نكمل الجزء الأخير الخياشيم. إزاي يبقى عندي خياشيم؟ أنا عارفة الحل. هنستخدم سلك. نقطع قطع صغيرة ونلفه ونلزقه على شكل إطار. نقطع بلاستيك على شكل خياشيم ونلزقهم على الإطار. نزينهم وكده الخياشيم جاهزة. أهي الخياشيم. واو شكلها حلو قوي. وآخر جزء في الخطة خلص. حبيبتي أنت حلوة جدا بس بشرتك شحبة محتاجة تان. يا ربي أنا هنقذك. هي مالها؟ سحر عروسة البحر هينقذ الموقف. طفل بشري. أنا فين؟ دي فايقة. أنت خوفتيني فعلا. إيه ده؟ لا أنتوا كلكم كويسين؟ أنا بغرق. الحقوني. بطلي زن. جاهزة؟ هم رايحين فين؟ ايه الفوضى دي؟ عروسة البحر في حمام السباحة؟ فين الأخلاق؟ امضي هنا وكده انت بقيتي بنتي. انا موافقة. ايه ده؟ لا بلاش. اوتش. خد ده اهو. حسبي عزيزتي كفاية. اهو ده والدك الجديد. هو فامباير وانا عروسة البحر. احنا كنا نفسنا دايما في طفل. يلا امضي. انتوا عايزين تتبنوا؟ اوكي عندكم 24 ساعة للتغيير. او هاخد البنت. لا مش عايزة ارجع. ممكن نتصرف في الموضوع ده. اشوفكم بعد يوم. حبيبتي مفيش حاجة تخليكي تقلقي. ميك اوفر عروسة البحر. عرايس البحر لطيفة وجميلة. لا فامباير وتبقى زي باباها. انا قررت هكون عروسة البحر المظلمة. واو بنوتة كويسة. دي طريقة رائعة ترضي الجميل. اوكي يلا نبتدي. هنستخدم الادوات عشان نتخلص من الحبوب.
الفاكيوم ممكن تنجز المهمة في وقت قصير. دلوقتي نسرح لك شعرك. منديل مبلول هو الحل السحري. مش نظيف خالص. الشعر كله نظيف وحرير. لازم نهتم باللون. اتفضلي يا حبيبتي. وزعي الصبغة بالتساوي. وفوالا، انتي رائعة. شكلك جميل؟ رائع. الحمام جاهز. ادخلي. لا، ده مخيف. البط الصغير مستنيكي. يلا. لا، مش مهم. تعالي معايا. جيلز أبيرس. واو. لفي. لازم نعمل حاجة في الإيدين دي. سكيلا سابيرس. رائع. في حاجة كمان ناقصة. الودان تحفة. كنت عارفة إنك هتحبي تبقي عروسة البحر. ياي، شنطة ميك اب ماما. لما نشوف فيها ايه؟ ملمع شفاف احمر هيناسب مظهري. الجليتر الازرق هيضيف بريق للميك اب بتاعي. الهايلايتر البينك هيعمل ضوء على عظم الخدود. هاي، اسألي قبل ما تستخدمي حاجتي. تعالي خلينا نتخلص من ده، احسن بكتير كده. منين جبت الميك اب الخفيف ده؟ اهو انستغرام. مستحيل، انا هعملك الميك اب. ملمع شفايف لامع والفرش مزيج رائع لرسم حواجب عروسه البحر. خلينا نحط الهايلايتر على الجفن اللي فوق. ننشر بريق احمر على عظم الخدود. وملمع الشفاه الاحمر الجوسي خلي الشفايف بارزه. خلاص، انت محترفه. ماما انا جعانه. ممكن تاكلي الغدا بتاعي. انا عارف اعمل ايه. ماما احنا متأيدين بالوقت، هكلمك تاني. ما تقلقيش، ديلك هيبقى تحفه. ده من احدث مجموعات عروسه البحر. ده ليكي. رائع، خلصنا. جميل قوي. ناقص حاجه واحده بس. رائع ماما، انت مذهله. لسه في حاجه ناقصه. ده ايثان، افضل ستايلست تحت الميه. هايل، عومي. تسريحة شعر مبهرة. برضو لسه محتاجين اكسسوار. طيري بسرعة. باي. هتبهري كل أمرتي. كل حاجة مظبوطة وجميلة. تمام. جربيه. انتي لطيفة قوي. عندنا تسريحة شعر بس مفيش أجنحة. إيه اللي مزعلك قوي كده؟ ما عنديش أجنحة. فهمت، اديني ثانية. الضابط ليو هيعملك اختبار القيادة. يلا نراجع قواعد الطيران. واو، إيه العلامة دي؟ أنا عارفة، الطيران فوق الحواجز على الشمال. رخصتك. مبروك. أنا فخور بيك. دلوقتي ممكن تطيري. يلا طيري.
أنا بحاول أهو. طب إيه رأيك في ده؟ Vampire Pole. باي باي. أجمد. سيبني أعملها. هاتها. ارمي. فامباير اهربوا. لطيف قوي. هاي اسمي حيوان الاليف الجديد ايه؟ قولولنا في التعليقات. ماما يلا بينا نخرج. ده فظيع. عندنا مفاجأة. احنا جاهزين دلوقتي للخروج. الوقت انتهى. اوكي اوكي خلينا نشوف. نجحنا. اوكي البنت ليكو. ياي ماي حبيبتي. اوه اهو غدايا. هو ماله في ايه؟ بتعيط ليه؟ هنشوف الموضوع ده في البيت. يا أنا مش عايزة ده، أنا مش عارفة آكل إيه. حبيبتي جبتلك غدا طازة. لحظة واحدة هجيبلك فلفل. حبيبتي بنوتي الجميلة. ها؟ عينيا مامي بتحبكوا. أنا عندي هلا واسم الشمس تاني. بناتي الجمال. جيك خد الأمور ببساطة. أنت بتهيألك بنات بطلوا تتخانقوا. حاجة فظيعة. آه يا حبيبي شايف بناتنا؟ بناتنا كبروا قوي. مذكراتي العزيزة، أكبر أحلامي هو إن أقابل فامباير وسيم. أختي بتعمل إيه؟ أسرار؟ أكبر كراش ليا. أنا هعرف حقيقة الموضوع ده. ها؟ دي مذكراتي. لا خلاص بقت بتاعتي. خلينا نشوف مخبية إيه. لا 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 عايزة توعدي الفامباير الوسيم؟ فين نظارتي؟ مش قادرة أشوف. أهي أنتي موهومة أوي. مذكراتي هاتيها، دي حاجة خاصة. ودعي مذكراتك. إيه اللي بيحصل؟ أوبس حبيبتي بلاش تعيطي. ريتني غلطان. هي هتصلح كل حاجة. اهي مذكراتك. شفتي؟ ايس كريم حد عايز؟ تعالوا. هي يا فاشلة انا رايحة حفلة فامبايرز. واو ممكن اجي؟ لا دول فامبايرز بس. باي باي. دي حاجة مش عادلة ابدا. انا نفسي اروح حفلة. انا هموت عشان اروح حفلة فامبايرز الرائعة دي. مش هيسمحوا لي بالدخول. فهمت. هنعمل ايه؟ جات لي فكرة. اوه اكيد ده هينفع. ايه وجهة نظركم؟ الميك اوفر بدأ. من عروس البحر لفامباير. اولا نهتم بوشك. اهو ننضف كده بشكل حلو. يا ربي ممكن المعلقة تنقذ الموقف. ده تحدي. فيو وشي ايه اللي حصل؟ انا عارف. ده قناع مرطب. يلا نشوف كده احسن. ايوه بابا حلها. بصي في المراية. مش قادرة اشوف انت عارفة. صح نظارتك. تم تنظيف الوجه. يبي طب وسنانها؟ مش عارفة أعمل إيه فيهم. الأنياب هي الحل. لازم نتخلص من التقويم. لا المغناطيس هينفع؟ لا 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 فكرة وحشة.
ممكن ننشرهم؟ لا حبيبي بطل بقى، من الصعب إرضاكم. اديني دقيقة. ما تزعليش يا حبيبي. جدتي شكرا، أسناني جديدة من الدرجة الأولى، ميراث العيلة، اكتملت أسنان الفامباير. دلوقتي لازم نفحص عينيك. فامبايرز مش بيلبسوا نظارات. وبعدين هنغير لون عينيكي الجميلة. نجحت. واو مذهل. العيون كده تمام. طب وشعري؟ انا عندي فكرة، ابتسمي اهو. هنصلح الامور شوية. مخطط مثالي للجمجمة. اوبس حبيبي، الصلع مش الشكل اللي احنا عايزينه. ابتدي تاني. اوكي ليه؟ ممكن نعمل شعر اهو. جميل، شكرا يا بابا. ممتاز، خلصنا الشعر. ميك اب بتاع ماما. تارانتولاس هاجس. ما ينفعش تاخدي شنطة الميك اب من غير اذن. اتفضلي الفرش والاي شادو والكونسيلر والملمع والماسكارا والقلم. انا كده حلوة؟ من الافضل تبعدي عن المراية. لازم نمسحها. انت محتاجة قدوة. قلدي الميك اب ده. ها طلع حلو، ما فيهوش غلطة. الميك اب تمام. ازاي ابقى فامباير بالديل ده؟ جايك بالديل. كل اللي اقدر اعمله هو النط. ها شكلها حلو كده؟ لا. اوكي ها ايه رايك؟ الكل بيحب وانت، في حاجة غلط. طيب اوكي ما تزعليش يا حبيبتي. ايه رايك بقى في ده؟ عجبك ده يا ماما؟ ده ممتاز. دلوقتي انتي فامباير انيقه، فاضل بس نلبس العبايه. شكرا. وتاج الفامبايرز. عندنا رجلين. هاي رائع. تحبي تروحي الحفلة معايا؟ أفندم مش معايا دعوة. ها؟ خسارة، مش هقدر أعمل حاجة في الموضوع ده. إيه ده؟ مش قادرة أصدق. أكيد مش ممكن هتروح. مين اللي بيعيط؟ أوكي خدي الدعوة دي، تستحقيها. شكرا. عندي فكرة أحسن. إيه هي؟ هنعمل حفلة فامباير بتاعتنا إحنا في أوضتنا. بابا وماما مدعوين. ماما بابا اتقابلتوا فين؟ هقولك، أنا كنت أكتر فامباير مشهور في الكلية. البنات كانوا واقفين صف علشان كلهم مع واحدة. البنت النيرد اللي حبيتها على طول. دي الطريقة اللي قابلت بيها مامتك. لا مش ده اللي حصل. هحكي لكم الموضوع حصل ازاي. انا هبقى ملكة السنة دي. مين عايز توقيعي؟ ممكن تعطيني؟ اوكي انا هصوت لك. ده لطيف. ممكن تعطيني على رقبتي؟ البوكيه ده عشانك. واو دم طازة. شكرا جدا. تعالوا نروح لها. هم رايحين فين؟ عروسة البحر؟ احنا بنحبك. اتفضلوا صوري وصوتوا هناك. هتبقى هي دي ملكتنا. ازاي تجرؤ؟ انا هبقى الملكة.
أنا هصوت لعرسة البحر. ليو خاين ده عشانك. واو أعشاب بحرية، شكرا. أنا هصوت لك، أنت الأحسن. مش قادرة أصدق كل ده بسبب عرسة البحر. أنا متوترة قوي وده بيحسسني بجوع. ده مفتوح. واو أهلا كيدي. أهلا. هاي أنت عايزي؟ هاي عايز أساعدك. أنا أعرف إزاي أحولك لعروسة البحر. كده هو أنا عايزة فعلا أبقى عروسة البحر. بس إزاي؟ استني. شكرا يا طائر. يلا نبتدي. أعمل بيهم إيه؟ دي خياشيم، كل عرايس البحر عندهم. واو عندي خياشيم حقيقية. في ملاحظة، شدي بقوة أكبر. عرايس البحر بيعيشوا في المية. أوكي عندنا المية، عظيم. مش قادرة أتنفس. في إيه كمان في الإزازة دي؟ واو وش عروسة البحر. هحطه هنا. وإيه تاني بقى؟ قناع عروسة البحر. محتاجة طبق زي الصدفة. نضيف المية وكتير من الجليتر، نخلطهم ونحطهم على وشي. دلوقتي استنى شوي، يلا نشوف. رائع مدهش. يلا نكمل. اسحبي وبعدين اوه الشعر. دلوقتي نعمل شعري. لحظة واحدة، اهي الباروكة بتاعتي. انا بس محتاجة الزينة. كل ما زاد عدد احجار الرعين كل ما كان احسن. خلصت، ايه رأيك؟ رائع. اي عروسة بحر محتاجة ديل جميل. بس منين اجيب واحد؟ انا عارفة، أرسلا. ايه الاخبار؟ محتاجة ديل. ديل نوع ايه؟ عندي كتير. اوبس اسفة، ده كلهم خلصوا. نعم طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ انا هساعدك. بس ازاي؟ هملى الحوض بمية البحر وارمي قنبلة حمام ديل عروسة البحر. حطي رجليكي. نفعت. واو بس ليه الديل لونه اسود؟ عندي فكرة. هاي يا شباب اعملوا لايك للفيديو وديلي هيبقى ملون. نجحنا. واو شكرا، انا بحبكم يا شباب. جاهزة لعمل القشور والميك اب. نرش على الشبكة والقشور جاهزة. دلوقتي ممكن نعمل عظم الخدود. واو حبيته. ودلوقتي نضيف الحلق وسلسلة. آي شادو. استني أنا هعمل ميك اب في ثانية. الجفن العلوي، الجفن السفلي، والكحل. هروح أدور على اللولي. دول عشان. واو شكرا. اللوك بتاعي خلاص كده اكتمل. دلوقتي ممكن نرجع المدرسة. أيوة أوبس ديلي مخلي الموضوع صعب. هشيله. كيري تروح البروم معايا؟ لا هي هتروح معايا. هنتخلص من الحواجب المقفولة بتاعتك. أوتش. دلوقتي خلينا نعمل شعرك أفضل بكتير. والملابس روح يلا غير. رائع مش قادر أشوف. أهي نضارتك عجبني. يلا ناخد سيلفي.
حنكتشف مين هي ملكة البرام السنة دي. التاج هيروح لي أنا. الشرطة، انت مقبوض عليك الزعزعة السلام، ده مش عادل. باي. هاي أوبس. أنا سرحت. التاج هيروح لكيري. رائع، شكراً، مبروك.